بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة التاريخ، يتجدد لقائنا مرة تانية في حصة جديدة من حصص التاريخ. معكم فايزة فيالة، إدارة الدمويات التعليمية. كنا خدنا في الحصص اللي فاتت معايا ومع ميس سحر، خدنا فيها أول حاجة الحضارات اللي قامت في شبه الجزيرة العربية، سواء كانت الحضارات اللي في الجنوب اللي هي حضارات اليمن، أو الحضارات اللي في الغرب اللي هي حضارات بلاد الحجاز، أو حضارات الشمال اللي هي الغساسنة والحيرة، وبعد كده اللي هي مظاهر الحضارة بتاعت شبه الجزيرة العربية. خدتوا فيها الناحية السياسية والناحية الدينية والناحية الاقتصادية. هنبدأ مع بعض النهاردة الناحية العلمية اللي هي بنسميها العلوم، والناحية الأدبية، وناخد العمارة إن شاء الله والحياة الاجتماعية. بس في فورم صغير كده نحله مع بعض كمراجعة للدرس بتاعنا اللي خدناه المرة اللي فاتت. هنشوف مع بعض كده إذا كنا نراجع ونخلي المراجعة في الحصة في الآخر خالص علشان يبقى الأفكار ما نقطعهاش. نخلي المراجعة في الحصة في الآخر إن شاء الله، ما حدش يخرج من الحصة. أول حاجة الحياة الفكرية والعلمية. إحنا هنقسم الحياة الفكرية والعلمية لعلوم وأدب. علوم وأدب. طيب لما أقول بالنسبة أول حاجة للعلوم، ازدهرت بعض العلوم في بلاد العرب وخصوصا في الشمال. العلوم اللي احنا لسه هناخدها زي علم ايه وايه وايه، العلوم دي ازدهرت عند العرب وخصوصا العرب اللي ساكنين فين؟ اللي ساكنين في الشمال. قصده على مين اللي ساكنين في الشمال؟ قصده على الغساسنة اللي موجودة في بلاد الشام اللي جيرانهم حضارة الرومان، وقصده على الحيرة اللي ساكنة في بلاد العراق اللي جيرانهم حضارة بلاد فارس أو بلاد الفرس. يبقى نتيجة التأثر بحضارتي الفرس والروم ازدهرت العلوم عند العرب. يعني ممكن ناخدها بمعنى تاني ونقول أثر الموقع الجغرافي لازدهار العلوم عند العرب. أثر الموقع الجغرافي في ازدهار العلوم عند العرب، صح ولا غلط مع ذكر السبب؟ يبقى هو قصده يقول لي أيوة ازدهر بفعل الموقع الجغرافي، لأن العلوم اللي ازدهرت في الشمال لأنها موجودة جنب حضارة بلاد الفرس وبلاد الروم، يعني في العراق وبلاد الشام. تمام، نشوف بقى كده أهم العلوم زي علم إيه. أول علم من العلوم بيقابلنا وهو علم الطب. انا مش عايز منك غير انك تبقى عارف ان اشهر الاطباء اللي ظهروا في بلاد العرب قبل ظهور الاسلام هو الحارس ابن كلدة الثقفي. ده العرب لقبوه بطبيب العرب، وسافر لتعلم مهنة الطب بناحية فارس. بيرجع يأكد تاني في المعلومة في علم الطب ان برضو بلاد فارس كحضارة فارسية مش مشهورة ومزدهرة بعلم ايه؟ بعلم الطب. يعني نرجع تاني ونأكد على أول نقطة خدناها كمقدمة في أول درس، وهي أن بلاد العرب حضارة بلاد العرب لم تنشأ منفصلة عن غيرها من البلاد المجاورة، حيث كان بينها وبين البلاد المجاورة اتصال حضاري. طيب اللي بيأكد عليه أهو، اللي بيأكد على إن كان في اتصال حضاري بين بلاد العرب قبل الإسلام وبين البلاد المجاورة أهو، إن الطبيب الحارس سافر لتعلم مهنة الطب بناحية فارس، يبقى في عندي هنا تواصل حضاري. كما أن العرب عرفوا التداوي بالأعشاب الطبيعية كالخردل وغيرها. يبقى أنا عندي دلوقتي بالنادي، حتى العلماء في العصر بتاعنا المعاصر دلوقتي بينادوا بأن نسيب الطب اللي هو بالمواد الكيميائية ونلجأ إلى الطب البديل اللي هو التداوي بالأعشاب الطبيعية. برضو استخدموا العسل في التداوي من الأمراض، وطبعا عارفين أن العسل ذكر في القرآن الكريم وفيه شفاء إيه للناس. ندخل في العلم الثاني وهو علم الفلك. عرف العرب مواقع النجوم والكواكب. عرف العرب مواقع النجوم والكواكب، تمام؟ طيب أنا عايز أعرف دلوقتي الحتة دي بتربطني بحاجة أنتوا خدتوها الحصة اللي فاتت، اللي هي إيه؟ اللي هي
ده هي حاجتين او اكتر من حاجتين. اول حاجة مواقع النجوم والكواكب، العرب استفادوا من دراسة مواقع النجوم والكواكب في ايه، في حرفة من الحرف الاقتصادية في بلاد العرب، وهي حرفة، ايوه حرفة التجارة. وخدتوا كمان مين اللي كان بيهتم بمواقع النجوم والكواكب من الناحية الدينية. يعني احنا دلوقتي هنربط هذا العلم بحرفة اقتصادية في بلاد العرب، وهي حرفة التجارة، لأن العرب كان من أسباب شهرتهم في التجارة معرفتهم منازل أو مواقع الكواكب والنجوم. كانوا بيهتدوا بالنجوم والكواكب في البر والبحر، سواء كانت التجارة برية أو تجارة بحرية. وخدنا الوقت كمان إن علم الفلك اللي هو مواقع النجوم والكواكب مش ارتبط كمان بحرفة اقتصادية، ارتبط بإيه؟ بعبادة وضعية عرفها العرب قبل ظهور الإسلام، وهي أيوة عبادة الصابئة، عبادة النجوم والكواكب. نشوف كده سؤال مع بعض، اختر الإجابة الصحيحة. أي من بلاد العرب قبل الإسلام تأثرت بعلم الفلك وربطته بالدين؟ مين اللي تأثر بعلم الفلك وربطه بالدين؟ الشام، العراق، يثرب، مكة. العبادات الوضعية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، طب العلم طبعا هو قصده على ده علم الايه؟ علم الفلك اللي هو النجوم والكواكب. واحنا عارفين ان مين اللي عبد النجوم والكواكب اللي هم اهل الصابئة، اللي هم كانوا فين؟ العبادة دي كانت منتشرة فين؟ في الرقة وحران. والرقة وحران موجودة في بلاد ايه؟ موجودة في بلاد الشام. يبقى هنا الاختيار في بلاد ايه؟ بلاد الشام. نشوف مع بعض العلم اللي بعد كده، علم الايه؟ علم الهندسة. علم الهندسة احنا هنلاقيه دلوقتي بطريقة غير مباشرة، هنلاقي له فايدة. يعني انت ساعة ما بتسمع كلمة الهندسة بتعتقد على طول الهندسة اللي انت خدتها فين؟ اللي خدتها في المدرسة بتاعت الزوايا بقى والمثلثات والحاجات دي. هنا تطبيق علم الهندسة العرب طبقوه على عدة جوانب. العرب على علم بطرق السيطرة على الماء وكيفية الاستفادة منها. ازاي؟ هسأل بقى هنا، احنا اتعودنا ان النظام الجديد في الأسئلة ما يهموش المعلومة اللي موجودة عندك، اللي انت مذاكرها، اللي موجودة قدامك في الكتاب. هو عايز يعرف انت فهمت ايه من ورا المعلومة اللي انت عرفتها، قرأت ما بين السطور ايه. طب تعال نشوف كده، لما يجي لك سؤال يقول لك ان علم الهندسة كان العرب على علم بطرق السيطرة على الماء من خلال الاستفادة بعلم الهندسة. الله، هو انا ازاي هستفيد وسيطر على المية خلال علم الهندسة؟ ده قصده على ايه؟ قصده ان استخدموا علم الهندسة في انشاء السدود اللي كانت السدود بيخزنوا فيها المية. يبقى هم هنا سيطروا على ايه؟ على المية، لان المية دي ممكن تيجي مرة شديدة، مرة تيجي قليلة، يحصل جفاف، تمام؟ لا، احنا هنسيطر على المية دي بان احنا نبني خزان كبير او سد كبير ونخزن فيه المية لوقت الحاجة، في أي وقت إحنا عايزينها، مش كده وبس. وكمان عملوا إيه؟ عملوا إزاي يصرفوا المية الزايدة عن حاجة إيه؟ عن حاجتهم وعن حاجة النبات لو عندهم مثلا ري. يبقى علم الهندسة شفنا أول استفادة منه وهي عمل إيه؟ إنشاء السدود. طب نيجي نفتكر مع بعض المشهور، السد المشهور اللي اتبنى على أثر انهياره، اللي اتبنى على أثر انهياره حضارات متعددة. السد بتاع سد مأرب من أشهر السدود اللي استخدم في بناء علم الهندسة، سد مأرب اللي موجود في حضارة سبأ، اللي موجودة في حضارات بلاد اليمن اللي هي في جنوب شبه الجزيرة العربية. طيب أنا من شوية بقول هذا السد بفضل شوفوا، مش كمان بفضل انهياره، يعني انهياره ده تعتبر كارثة، ولكن بفضل الانهيار يعني كان له إيجابية. السد كان له سلبية وكان له إيجابية. السلبية بتاعته لما انهارت المنطقة، انهارت الحضارة بتاعت سبأ، نقول الأراضي خلاص تدهورت الأراضي الزراعية. الإيجابية بتاعته إن ما تبقى من بشر وهاجروا
الى يثرب، وهاجروا الى بلاد الشام، وهاجروا الى بلاد العراق، فانتشرت الحضارات في مناطق عديدة، لأن الناس اللي هاجرت هم أهل اليمن، أهل سبأ، كان عندهم حضارة، كان عندهم حضارة قديمة، فلما هاجروا وراحوا للمناطق اللي قعدوا فيها أخدوا معهم حضارتهم، فبالتالي انتشرت الحضارات بتاعت سبأ أو حضارة بلاد سبأ في مناطق عديدة، منها غرب الجزيرة العربية اللي هي بلاد الحجاز، ومنها شمال شرق وشمال غرب الجزيرة العربية. تمام؟ طيب عندك كمان أهمية في علم الهندسة، أهمية بطريقة تانية خالص، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي لما كان في جبال، لما كان في جبال، احنا عارفين طبعا الجبال اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، كلنا دارسين الجبال دي، جبال عسير وجبال اليمن، الكلام ده كله أخدينه في منهج ثالثة إعدادي، في سنة تانية إعدادي على ما أعتقد. فأنا عندي هنا إن كان هناك جبال تفصل المناطق السكنية، فراحوا مستخدمين علم الهندسة في ربط هذه المناطق السكنية. طب ربطوا المناطق السكنية عن طريق علم الهندسة إزاي؟ إن هم شقوا طرق في الجبال، الجبال بتحجز القرى والمدن بعضها عن بعض، فراحوا جايين في الجبال وراحوا مشقين طرق، فبالتالي يقدروا يتواصلوا مع بعض. يبقى هنا لم تعق الجبال التواصل الاجتماعي بفضل علم، ده سؤال، بفضل علم، ويقول لك يبقى علم الهندسة هو اللي بفضله حصل تواصل اجتماعي بين القرى والمدن في شبه الجزيرة العربية. هقولها تاني يا شباب، هقولها تاني، أهمية علم الهندسة. خدت أهمية علم الهندسة في إنشاء السدود، يجي لنا يسألنا إنشاء السدود مين أكثر مثل شفناه في بناء السدود، هل هي حضارات الجنوب أم الغرب أم الشمال؟ لقيناه في حضارات الجنوب، على وجه التحديد سد مأرب بسبأ. تمام، رجعنا شفنا أهمية علم الهندسة نمرة 2 برضو، في إن هما كانوا أحدث تواصل اجتماعي عن طريق علم الهندسة لما شقوا الطرق في الجبال، فبالتالي تم ربط القرى بالإيه؟ بالمدن. ده بالنسبة لعلم الهندسة. ندخل في علم جديد وهو علم الأنواء. علم الأنواء، إيه الأنواء؟ وبتسمعوا كلمة النوة، تمام؟ صح، بنسمع كلمة النوة دلوقتي. طب ما هو علم الأنواء؟ ما المقصود بعلم الأنواء؟ الأنواء يا ولاد يا شباب هو علم يهتم بمعرفة أوقات، أو بيعرف لي وقت هبوب الرياح، ودايما الرياح طبعا ما بيكون مشبعة ببخار المية بتؤدي لسقوط الإيه؟ الأمطار. يبقى إذا هذا العلم بيعرفني التوقيت بتاع النوء أو بتاع الرياح هيجي امتى، وهيبقى فيه سقوط امطار امتى، ده علم الانواء. طب يا حلوين كده معايا، بعد اذنكم عايزاكم برضو تستنتجوا لي علم الانواء اللي هو الهبوب الرياح ونزوء الامطار. ما هي الحرفة، ما هي الحرفة او الحرفتين اللتين تستفيد من علم الانواء؟ يا ريت لو حد معايا على البث المباشر يكتب لنا الإجابة في الشات، ما الحرفتين اللي بتهتم بهذا العلم، العلم ده بيفيد حرفة إيه؟ لما أقول هبوب الرياح وسقوط الأمطار يبقى أكيد حرفة الزراعة وحرفة التجارة، حرفة التجارة، لأن إحنا عارفين ركوب البحر، السفن الشراعية كان من أسباب إن هي بتجري في وسط المية هو إيه؟ هو الرياح، أو هي الرياح، إن الرياح هي اللي بتخليها تمشي. يبقى إذا لما يجي لي يقول لي ما العلاقة بين علم الأنواء والزراعة؟ ما العلاقة بين علم الأنواء والزراعة؟ هنقول هناك علاقة ارتباطية، حيث أن الزراعة تستفيد من علم الأنواء، وهي معرفة متى ينزل سقوط الإيه؟ أو متى متى تسقط الأمطار، وكذلك برضو الرياح برضو مهمة برضو في التجارة. طيب نشوف مع بعض كده، إحنا كده خلصنا إيه؟ خلصنا العلوم، خدنا علم إيه؟ خدنا علم الطب وعلم الفلك والأنواء وعلم إيه؟ وعلم الهندسة. ندخل في ثانيا الأدب، لأن إحنا قلنا الحياة الفكرية عبارة عن إيه؟ الحياة الفكرية عبارة عن الأدب، عبارة عن الأدب فكرية وعلمية، يبقى أدب وإيه؟ أدب وعلوم. يبقى الحياة الفكرية والعلمية هتكلم على الأدب، وكلمنا خلاص على العلوم. الأدب بقى اشتهر العرب بالشعر والخطابة،
الخطابة دي هي الأسلوب البلاغة في الحديث، اللي هي الإيه الواحد يعمل خطبة كده ويأثر في غيره. ولم تكن أسواق العرب للتجارة فقط، بل ميدان للتنافس بين الشعراء والأدباء، ومن أشهر الشعراء النابغة الذبياني. طيب انتوا خدتوا الحتة دي بتاعت ايه الأسواق بتاعت العرب، أشهر الأسواق شفناها في مدينة ايه، ها، مكة ولا يثرب ولا الطائف؟ مدينة مكة، يعني في غرب الجزيرة، يعني في بلاد الحجاز. لم تكن شهرة مكة فقط على وجود أسواقها الخاصة بالتجارة، ولكن خدنا كانت من الناحية الثقافية إلى جانب التجارية اللي هي الناحية الاقتصادية والناحية الدينية. اقتصادية هنحط تحت منها إيه؟ تنظيمها للتجارة ورحلة الشتاء والصيف. إيه كمان الأسواق التجارية اللي موجودة فيها، دي ناحية اقتصادية. أما الناحية الثقافية تروح نتكلم تاني وتقول إيه؟ حيث أن أسواق العرب لم تكن فقط تقتصر على التجارة، ولكن كانت ميدان للتبارز والتباري، للتنافس بين الشعراء والأدباء. أهمية دينية بالنسبة لمكة، أهمية دينية اللي هي إيه؟ وجود بيت الله الحرام أو الكعبة وعملية الإيه؟ الحج. يبقى إحنا كده خلصنا الحياة الفكرية والعلمية، خدنا فيها الأدب وإيه؟ والعلوم. ندخل بعد كده في نقطة جديدة وهي الفنون والعمارة. تنوعت أشكال الفنون والعمارة عند العرب. من أمثلة الفنون والعمارة، عندي فن زي فن إيه؟ زي فن النحت. فن النحت كلنا عارفين يعني إيه النحت. العرب تأثروا في فن النحت بحضارات تانية؟ آه، بالحضارات المجاورة، بالحضارات الإيه؟ المجاورة. يبقى وأنت مغمض أوتوماتيك لكده، ها، تعرف على طول ان فن النحت يشتهر به عرب الشمال ام عرب الغرب. الشمال اللي ساكنين في الشمال ولا اللي في الغرب؟ اه، ده في الشمال، لان بيقول لي هنا ايه، ان العرب في فن النحت تأثروا بالحضارات المجاورة. وانا عندي الحضارات المجاورة، عندي حضارة بلاد فارس في العراق، وبلاد الحضارة الرومانية في بلاد الشام، تمام. فمن أشهر، ها، من أشهر المدن اللي تأثرت بفن النحت هي مدينة الحجر بدولة الأنباط، الأنباط وتضمر والغسسنة من الممالك اللي موجودة في بلاد الشام. طيب مدينة الحجر دي اللي هي ديار سيدنا إيه؟ سيدنا صالح، النبي صالح، اللي هم أهل إيه؟ أهل ثمود، اللي مذكورين في القرآن الكريم، اللي كانوا بينحتوا بيوتهم في الجبال. يعتبر دي يعني حاجة عظيمة جدا جدا ومقدرة فائقة في ان يبقى عندهم القدرة على صناعة البيوت في الجبال. نشوف مع بعض كده تاني حاجة في الفنون، وهو القلاع والحصون، ده في فن العمارة. هنشوف بقى كده فن ايه؟ فن العمارة، يعني يعتبر العمارة دي فن برضو. فانا عندي من امثلة العمارة عندي القلاع والحصون، يعني القلعة والحصون. القلاع والحصون دي كانوا العرب بيبنوها حول المدن، حول ايه؟ المدن. وركزوا قوي معايا في كلمة حول المدن دي، حول المدن، حول المدن عشان ايه؟ عشان تحميها. طب استنتج انا بقى اللي ورا السطور او اللي ورا السطر ده ايه؟ كانت تبنى حول المدن. انا عارف المرة، ها، ان كان عندي في نظام، فاكرين النظام السياسي لما كنا بنقسم الناس الى سكان حضر اللي هي المدن اللي كان فيها نظام شبه ملكي؟ يعني انا استنتج بطريقه غير مباشره كانت القلاع والحصون تبنى حول المدن، يبقى اعرف ان القلاع والحصون كانت مبنيه في ممالك الشمال وممالك الجنوب، لان دي كانت مشهوره بان هي ممالك مدن، وجنب كمان مين؟ وجنب حضاره الايه؟ الفرس وحضاره الايه؟ الروم اللي هي ممالك الشمال، عشان الحمايه. انتوا عارفين ان الغساسنه والحيره كانوا بيحاربوا بعض ليه؟ نتيجه التحالفات السياسيه او السياسه الخارجيه ليهم. الغساسنه كانت متحالفه مع الروم، والحيره متحالفه مع الفرس، والفرس والروم قاعدين يحاربوا بعض، فبالتالي حلفاء كل واحده منهم هتحارب معاها ضد التانية.
يبقى الغساسنة والحيرة حاربوا في بعض عشانهم كانوا حلفاء للروم وإيه والفرس، فكان لابد يهتموا بإيه ببناء القلاع والحصون لحمايتهم. يبقى إذن بطريقة غير مباشرة تاني أقدر أستنتج أن السياسة الخارجية أو التحالفات السياسية لدولتي الغساسنة والحيرة كان لها تأثير في بناء القلاع والحصون، صح ولا غلط؟ صح. وعرفنا السبب إيه؟ نشوف مع بعض سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. تم بناء قلعة القسطل في دولة الغساسنة في أسباب. القلعة دي تم بناءها لأسباب إيه؟ تفتكروا قلعة هيتم بناءها لأسباب اقتصادية، هيتاجروا من خلالها مثلا، يعني أسباب دينية، هيتعبدوا في القلعة، أسباب عسكرية، أسباب اجتماعية. طبعا هي أسباب إيه؟ أسباب عسكرية، لأن إحنا قلنا الحماية، منها الحماية. طيب نشوف مع بعض كده. طبعا دي قلعة الأولاد، دي قلعة القسطل في دولة الغساسنة. طبعا مصر عندنا قلعة قايتباي اللي في اسكندرية، وقلعة إيه؟ محمد علي، تمام، اللي في القلعة اللي هي عند المقطم. يعني المعابد بقى والأديرة، المعابد والأديرة. هنرجع تاني في بناء آخر وهو المعابد والأديرة. معبد الشمس في اليمن، ودير هند بنت النعمان في الحيرة، وكنيسة الرصافة في دولة الغساسنة. يبقى أنا عندي دلوقتي عايزين بقى نستنتج بقى، بما إن إحنا خدنا الحياة الدينية، هنستنتج بقى مع بعض. هنستنتج إيه؟ معبد الشمس في اليمن، فاكرين؟ فاكرين سيدنا سليمان والملك بلقيس والهدهد اللي راح لسيدنا سليمان يبلغه بأن هناك ناس بيعبدوا الشمس من دون الله؟ فهي دي. يبقى معبد الشمس في بلاد اليمن، قصده على ممالك الجنوب اللي هي ممالك اليمن. يبقى هي ناحية ايه؟ هنا ديانة ايه؟ ديانة سماوية ولا عبادة وضعية؟ عبادة ايه؟ برافو، عبادة وضعية اللي هي السابقة، لو عملت النجوم والكواكب السابقة. دير هند بنت النعمان في الحيرة. دير طبعا ده يبقى على طول اعرف ان كان فيه الايه، الديانة الايه بقى؟ ديانة وضعية، اسفة، ديانة سماوية ولا عبادة وضعية؟ لا، هتبقى ديانة سماوية اللي هي ايه؟ اللي هي النصرانية او المسيحية. طيب هنرجع لها تاني بس لما نشوف كنيسة الرصافة. كنيسة يبقى برضو ديانة ايه؟ الديانة المسيحية او النصرانية، لان انتوا خدتوا في الناحية الدينية ان توزيع الديانات، الديانة النصرانية او المسيحية، شفتوا ان هي منتشرة بين عرب الغساسنة بايه؟ بالشام، وفي الحيرة بايه؟ بالعراق واجزاء من اليمن. الحيرة اللي هم اصلهم عرب، اللي هم تحالفوا مع الفرس، اللي كان في تشابه في كل حاجة ما بين الحيرة وما بين الايه، ها، بلاد الفرس او جيرانهم الفرس. يعني الناحية الاقتصادية متشابهين، الناحية السياسية متشابهين، الموقع ها واحد. اما الناحية الدينية فيغلب على الحيرة الايه، الديانة النصرانية، لان الفرس كانت عندهم عبادة وضعية اللي هي ايه، اللي هي عبدة الايه، المجوسية، اللي هم بيعبدوا النار. كذلك اختلفت الحيرة مع الايه، مع الفرس في الاصل الايه، العرقي. يبقى هم متشابهين مع بعض سياسيا، اقتصاديا، تمام، جغرافيا، ولكن مختلفين في الاصل العرقي، وكذلك في برضو بعض الايه، الايه، الدين. بالنسبة للغساسنة طبعا هم مسيحيين زيهم زي مين؟ زي جيرانهم اللي هم الروم. وانتوا عندكم ايه؟ خريطة بلاد الشام، وادي بلاد خريطة الجزيرة العربية، وادي بلاد الشام اللي فيها الغساسنة اللي كان جيرانهم الايه، الرومان، وعندكم الحيرة وجيرانهم مين؟ الامبراطورية او الحضارة بتاعت الفرس. نشوف مع بعض بعد كده القصور. ومن اشهر القصور قصر غمدان بصنعاء، والخورنق بالحيرة، والمشتى بالغساسنة. انا جايبه لكم كده شكلين اهو لقصر الخورنق بالحيرة وقصر المشتى بدولة الغساسنة. طبعا دي لو ربطناها نربطها بالحياة الايه يا اولاد، بالحياة السياسية. خدتوا انتوا الحياة السياسية اللي هي النظام الايه، النظام شبه الملكي اللي موجود في ممالك الشام، ممالك ايه،
ممالك، ها ملك الشام ومملكة كمان مين؟ ها العراق اللي هي قصدي الحيرة يعني والغتسنة، وفي الممالك اللي موجودة في الجنوب اللي هي ممالك اليمن. وخدتم إن الملك اللي هو بيتبنى له القصر ده اللي هو بيدير شؤون البلد وبيحميها وبيحافظ على الأمن، يعني سلطته سلطة تنفيذية وسلطة اللي هو كمان بإيه بيحافظ على أمن البلاد. آخر حاجة بقى في درسنا وهي الإيه؟ وهي طبقات المجتمع أو الحياة الاجتماعية، لأن الحياة الاجتماعية عندي بتشمل طبقات المجتمع والعادات والتقاليد والمرأة ودورها في المجتمع. يبقى أنا عندي الحياة الاجتماعية هنشرح فيها مع بعض أول حاجة طبقات الإيه؟ طبقات المجتمع. المجتمع العربي قبل الإسلام كان بيتكون من 3 طبقات، 3 طبقات، طبقة عليا ووسطى ودنيا زي ما هنشوف كمان شوية. ال3 طبقات دول ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب اللي خلاني أقسم المجتمع لطبقات؟ ليه ما قلتش على المجتمع في شبه الجزيرة العربية إن مجتمع واحد، يعني كلهم واحد، يا كلهم أغنياء زي بعض أو كلهم عاديين زي بعض؟ لأ، لأن الحالة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية والأصل بتاع القبيلة أو الأصل بتاع الأسرة أو العيلة هما اللي خلى المجتمع العربي قبل الإسلام يتكون من طبقات مختلفة. يبقى أنا هنا بقى إيه المحك الرئيسي اللي بقسم بيه المجتمع لطبقات؟ عندي 3 مش واحد. الحالة الاقتصادية، الغني اللي هم الناس اللي بتمتلك حاجات كتيره بتشتغل بحاجات بتجيب فلوس، ماشي. المكانه الاجتماعيه اللي هو اصلهم ومكانتهم بين المجتمع ده حدد ان يبقوا في الايه في الصف الاولاني فوق ولا يبقوا في النص ولا تحت. يبقى على حسب الاصل اللي بينتمي اليه كل طبقه ومكانته الاجتماعيه وحالته الاقتصاديه. وانا بشوف ان المكانه الاجتماعيه مرتبطه بالايه بالحاله الاقتصاديه. طيب اكيد اكيد لما هم منقسمين الى طبقات يبقى اكيد شكل حياتهم هيختلف، السكنه بتاعتهم هتختلف، ملابسهم شكلها هيختلف، صح؟ فنجد مثلا البدو اللي هم عايشين في الصحراء هيعيشوا فين؟ هيعيشوا في خيام او بيوت مبنيه منين؟ من الطين ومتعرشه مثلا بالاوراق الشجر او معموله عمدانها بجذوع النخل. الناس اللي في الحضر او بنسميهم في المدن او في الممالك دول طبعا هيبنوا بيوتهم من الحجاره وهتبقى من عده طوابق. يبقى انا عندي هنا شكل المسكن وشكل الملبس اختلف على حسب نوع الطبقه. طب تعال نشوف كده الطبقات دي، طبقه عليا، طبقه وسطى، وطبقه ايه وطبقه دنيا. الطبقه العليا تكونت من ابناء القبائل الاحرار، الاحرار يعني مش العبيد، وتشكلت الارستقراطيه العربيه من الاغنياء، يعني الناس يا اولاد بنسميهم العليه والناس اللي هي الايه الغنيه قوي قوي قوي. طب الناس الغنيه قوي دول اللي بنسميهم الطبقه الارستقراطيه بتتكون من ايه؟ يعني كانت حرفتها ايه؟ كانوا تجار بس بيشتغلوا بالتجاره على واسع قوي، واصحاب الاقطاعات بتاعت الاراضي والمراعي بس الكبيره قوي. ليه انا بقول الكبيره قوي والتجاره الواسعه قوي او الكبيره قوي؟ لان الطبقه الوسطى نفس الشغل اللي بيشتغلها الطبقه العليا واحده. طب لما هي شغلتهم واحده اللي هي التجاره وبيمتلكوا ارض، ليه قسمتهم لطبقه عليا وطبقه وسطى؟ ليه ما قلتش عليهم ان هم حاجه واحده؟ لان هنا على حسب ايه؟ على حسب التجاره، تجاره كبيره واسعه، تجاره عظيمه، ولا تجاره على قدها يعني متوسطه؟ هل بيمتلك أراضي زراعية ومراعي واسعة ولا محدودة؟ فإذا هنا الاثنين شغلتهم واحدة، ولكن الفرق هنا في إيه؟ في الإيه؟ الكم، إن هي كبيرة وواسعة أو على قد. هي الطبقة الدنيا اللي هي غالبية المجتمع. غالبية المجتمع بيتكون من الطبقة الدنيا اللي هم الفقراء والمحتاجين، الموالي اللي هم الأتباع اللي هم غير العرب، والرقيق والعبيد. الرقيق والعبيد. يبقى انا عندي دلوقتي طبقه عليا، طبقه وسطى، والاثنين في نفس الايه؟ نفس الشغل اللي بيشتغلوه او نفس الحرفه اللي بيشتغلوا بيها، وهي التجاره وامتلاكهم الاراضي الزراعيه الواسعه. الطبقه الدنيا لا تمتلك ايه؟ لا تمتلك اي شيء، بل هي بتعمل في خدمه مين؟ الطبقه العليا والطبقه الوسطى. ده بالنسبه لطبقات المجتمع. يبقى لما جينا هنا طبقات المجتمع،
طبقات المجتمع العربي اتقسم الى طبقات طبقا لايه يا شباب؟ طبقا لايه؟ هنقول طبقا للحاله الايه؟ الحاله الاقتصاديه، المكانه الاجتماعيه، والاصل اللي بينتمي اليه كل ايه؟ كل طبقه. طيب نشوف مع بعض كده العادات والتقاليد. ايه حكايه العادات والتقاليد دي؟ طبعا انتوا عارفين ان العرب كانوا، وخصوصا عرب غرب الجزيره العربيه اللي هم الحجاز، فاكرين مكه ويثرب والطائف اللي كان فيها نظام ايه؟ نظام قبلي، وقلنا كان الدستور عندهم هو ايه؟ هو العرف، والعادات والتقاليد هي اللي كانت بتحكمهم. فانا دلوقتي هقسم هنا العرب بصفه عامه، مش بس على قد عرب الحجاز، بس هخصص منهم، هخصص بالاخص يعني عرب الحجاز. تميزوا بايه العرب بصفه عامه؟ بعادات حلوه وعادات سيئه، عادات ايجابيه وعادات ايه؟ وعادات سلبيه. طيب العادات الايجابيه زي ايه؟ زي احترام الجوار، احترام الجار، حاجه جميله جدا. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام شفناه في احاديث كثيره بيوصينا بايه؟ بالجار. اكرام الضيف، يعني كان عندهم كرم، والوفاء بالعهد، والشجاعه، والعفو، والحريه، ورفض الذل. كل دي صفات بيتمتع بها مين؟ بيتمتع بها العرب قبل الايه؟ قبل الاسلام. في عادات منها جميله، كلها جميله اقرها الاسلام، بل بالعكس كمان ده ايه؟ ده حثنا على ان احنا نتمسك بيها كل هذه الايه؟ كل هذه الصفات. نشوف مع بعض كده العادات السيئه. العادات السيئه بتتمثل في ايه؟ شرب الخمر، وطبعا دي كبيره من الكبائر، والعصبيه القبليه، وشفنا العصبيه القبليه دي واضحه في النظام القبلي في شبه الجزيره العربيه لبلاد الحجاز، بلاد الحجاز تمام؟ اللي عملوا ايه علشان يحاولوا يصلحوا من العصبيه القبليه؟ عملوا حلف الفضول اللي هم اتفقوا فيه، ده كان حلف سياسي ولكن كله اخلاق، يتميز بانه ذو طابع اخلاقي. لما اتفقوا مع بعض ان هم ينصروا المظلوم ايا كان من قبيله ايه او من وضعه ايه، لازم ينصروا ايه؟ نصره المظلوم، ودي عاده جميله جدا. إيه عندك من العادات السيئه؟ قلنا العصبيه القبليه، لعب الميسر اللي هو القمار، والاخذ بالصقر، ووأد البنات عند بعض القبائل، يعني مش كل القبائل كانت بتموت البنات وهم صغيرين، كانت بتدفنهم وهم احياء. انتشرت منهم بعض المعتقدات الدينيه الخطا. المعتقدات الدينيه الخطا. طبعا ده كان ملوث افكارهم، فبالتالي كانوا محتاجين حد يجي ينظف مخهم. ده لما الرسول عليه السلام جاء بالدين الاسلامي، فكان فعلا العرب محتاجين هذا الدين الجديد. طيب ايه المعتقدات الدينيه الخطا دي؟ كانوا بيؤمنوا بقوه السحر، بيعتقدوا ان الامراض لما بيصيبوا بالامراض ان في سحر هو اللي اصابهم بالامراض، وهم ممكن يتعالجوا بالسحر. وكمان التنجيم، والتنجيم ده مذكور في القران الكريم، التنجيم اللي هو النجوم، عارفين اللي هو بقى بيستبشروا خير ويعملوا شر والكلام ده، واعتقدوا في وجود قوه خفيه من الجن. في قوه خفيه من الجن لها قدره على جلب الخير وابعاد الشر، اللي احنا بنقول عليها التنجيم ده، اللي هو ايه؟ إيه بيستبشروا خير، او بيبقى عندهم ايه؟ بيخافوا من عمل حاجه في الشر، يعني يجي لهم حاجه شر كده بيخافوا منها. الاستبشار بايه؟ بالخير، او الخوف من ان يبقى في حاجه شر. تعال نشوف ما هو التشاؤم اللي بنقول عليه. ده بالنسبة لعادات ايه؟ لعاداتهم وايه تقاليدهم الكويسة واللي هي الجيدة والسيئة. لمعالجة عادات العرب وتقاليدهم السيئة. نقول تاني كده، عاداتهم السيئة شرب الخمر، والعصبية القبلية، لعب الميسر، الأخذ بالصقر، وادي البنات، ومعتقدات خطأ زي السحر، التنجيم، ووجود قوة خفية، تمام؟ طيب لمعالجة عادات العرب وتقاليدهم السيئة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، تحتاج لإيه؟ او هما بيحتاجوا لايه؟ اصلاح اقتصادي، اصلاح سياسي، اصلاح عسكري، اصلاح ديني. طبعا لسه قايل لكم من شويه كانوا محتاجين الدين الجديد اللي هو دين سيدنا محمد، الدين الاسلامي، علشان يصلحوا من هذه العادات والتقاليد السيئه. وفعلا جاء الدين ومحى كل هذه العادات وكل هذه التقاليد وحرمها. اخر حاجه في الدرس بتاعنا النهارده وهو المراه العربيه ودورها فين؟ ودورها في المجتمع. الله، ده العنوان نفسه يخد المرأة العربية لها دور في المجتمع.
يعني مش معنى كده بس ان المرأة، لتمكين المرأة في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، لا ده كان فيه تمكين للمرأة من قبل الإسلام، وجاء الإسلام واداها وضعها واداها حقها. يعني مش عايزة اقول لكم تالت ومتالت، ادى المرأة حقها على كامل 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 ايه، كامل حقها يعني. طيب المرأة العربية بقى دورها في المجتمع زمان قبل الإسلام كان لها أدوار كتيرة جدا في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب مسؤوليتها كأم، وتعتبر أهم مسؤولية مفروضة على المرأة هي مسؤوليتها كأم، إن هي ترعى أولادها وترعى أسرتها، لأن عندما ترعى المرأة أسرتها يبقى كده بنت إيه؟ بنت مجتمع، ممكن يبقى نقول عليه مجتمع متقدم، يقدر يتقدم في جميع المجالات لأنها خرجت ناشئ صالح. طيب المرأة كمان مش إن هي كمان لها مسؤوليات اقتصادية واجتماعية وسياسية زي ما نشوف زي إيه دلوقتي، لا ده كمان اتمتعت بحقوق زي حق ممارستها للعمل، لما كانت بتشتغل بالتجارة زي السيدة خديجة، لما كانت بتشتغل بالغزل وإيه والنسيج. يبقى أنا عندي هنا أعمال إيه؟ عمل اقتصادي اللي هو التجارة، وفي أعمال تعتبر اجتماعية اللي هو الغزل والنسيج في البيت. تمتعت أيضا في المشاركة في الحياة العامة اللي هو زي إيه؟ لما كانت بتخرج في المعركة تضمد الجرحى، تعالج الجرحى، وتسقي المحاربين الماء، وتقرع الطبول اللي هي بتضرب كده على الطبل علشان تحث المقاتلين على القتال وتشجعهم. وكمان المرأة كان لها مكانة عالية سياسيا، مش احنا قلنا من شوية هنا كان لها وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي، اجتماعي اللي هو ايه؟ تربية ايه؟ تربية أولادها والعمل بالغزل والنسيج. اقتصادي زي ما شفناها تشتغل بحرفة التجارة. ايه سياسي؟ إن هي حكمت زي مين؟ زي بلقيس ملكة سبأ، وزنوبيا ملكة تدمر في الشمال، تمام؟ وكذلك أيضا كان لها دور عسكري لما كانت بتشارك في الحروب. سؤال معلش هيبقى الخط صغير، انا هقرا لكم وخليكم معايا. صح ام خطا؟ لقد كانت مكه ويثرب توامتين متشابهتين في صفه ومختلفتين في صفه اخرى. هل كانت مكه ويثرب توامتين عشان متشابهين في صفه؟ اه متشابهين في صفه، اللي هي ايه؟ اللي هي التجاره، موقعهم على طرق التجاره بين الشمال وبين الجنوب. ومختلفتين في صفه، حيث ان مكه مختلفه عن يثرب في الناحيه الدينيه، ويثرب مختلفة عن مكة في الزراعة. السؤال اللي بعد كده، اثبت تعددت أدوار مكة قبل الإسلام ما بين دور اقتصادي وثقافي، ودي لسه قايل لكم عليها دلوقتي. لما قلنا دور اقتصادي اللي هو حتة إيه؟ التجارة والأسواق بتاعتها، تمام؟ ورحلة الشتاء والصيف. وثقافي لما قلنا الأسواق، لما كانت ميدان للإيه؟ ميدان للشعر والأدباء والشعراء والخطابة. وديني ان كان فيها بيت الله الحرام او الكعبه وعمليه الطواف او الحج. كانت حدا فاصلا بين العرب ودوله الفرس. مين مملكه مين اللي كانت حد فاصل؟ يعني كانت بتفصل بين العرب وبين الفرس. تضمر، الحيره، الانباط، الغثثنه. فلما قال لي الفرس يبقى على طول اختار مين؟ اختار الحيره على طول وانا مغمض. شهدت تشابهت مملكه الانباط، طبعا في الانباط دي مش موجوده عندكم الايه في الترم السنه دي، يعني مش شاله. أنا وابن عمي على الغريب، ينطبق هذا المثل على كل مما يلي عدا. يا ترى المثل أنا وابن عمي على الغريب بينطبق على مين؟ على قريش؟ أه. بينطبق على يثرب؟ أه. بينطبق على الطائف؟ أه. ليه؟ عارفين بينطبق على الثلاثة دول ليه؟ لأن كان عندهم إيه؟ العصبية القبلية، صح؟ أما الغساسنة فلم ينطبق عليهم لأن كانوا بيتحالفوا مع الروم ضد إخوتهم العرب اللي هم الحيرة. كان النظام القبلي هو السائد في معظم شبه الجزيرة العربية، والسبب الرئيسي وراء ذلك النظام القبلي كان سائد. هل يا ترى عشان المعاهدات والتحالفات، الالتزام بالقوانين واللوائح، لقربها من البحر الأحمر، الطبيعة الجغرافية؟ طبعا الإجابة هي الطبيعة الإيه؟ الطبيعة الجغرافية هي اللي خلت النظام القبلي هو الإيه؟ هو اللي سائد، الطبيعة الصحراوية يعني. مثل شيخ القبيلة كل هذه الوظائف ما عدا، يعني شيخ القبيلة هل مثل وظيفة وزير الخارجية؟ اه كان وزير الخارجية، عارفين امتى؟ لما كان بيعمل ايه؟ بيستقبل الوفود، يبقى وزير للايه؟ الخارجية. وزير للأوقاف؟ مش عارف. وزير للدفاع؟ وزير للدفاع، لما كان بيعمل ايه؟ بيقود المعارك. هل كان وزيرا للعدل؟ اه لما كان بيفصل في المنازعات.
أما وزير الأوقاف من ناحية دينية فلم يكن شيخ القبيلة له صفة إيه؟ صفة دينية. يبقى الإجابة هي وزيرا للإيه؟ للأوقاف. كان للمتعلمين ورجال الدين دور بارز في التشكيل السياسي الإيه؟ شفتوا إمتى يا أولاد إن كان المتعلمين ورجال الدين كانوا جزء من الإيه؟ التشكيل السياسي، يعني نظام الحكم. طبعا شفناها في كبار الموظفين، لأ، حكام الأقاليم، لأ، شفناها في المجلس العام، المجلس العام اللي كان في النظام شبه الملكي اللي كان بيتكون من الأثرياء والموظفين والكهنة. فأنا جبت لكم دلوقتي مين؟ المتعلمين ورجال إيه؟ ورجال الدين اللي هم الموظفين اللي هم قصدي المتعلمين يعني. طيب، كان لبعض العبادات الوضعية عند بعض المدن بشبه الجزيرة العربية أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي، وهي عبادة إيه؟ إيه العبادة اللي أثرت على النشاط الاقتصادي؟ طبعا لسه حاليا من شوية هي عبادة الصابئة، الصابئة هنا أهو. ليه؟ لأن عشان حتة النجوم والكواكب وأهميتها في التجارة. لعبت العوامل الطبيعية بشبه الجزيرة العربية دور خطير في إصدار التجارة. بصوا أولاد، الإجابات دي هتلخبطكم. العوامل الطبيعية كان لها دور في إزدهار التجارة. كتبت المسطحات المائية، الأسطول التجاري، العملة الرومانية، الطرق الممهدة. طبعا هي المسطحات الايه؟ المائية. طب ليه يا مس فايزه ما اخترناش الاسطول التجاري؟ لان الاسطول يعني السفن من صناعه البشر، العمله من صناعه البشر. طب الطرق يا مس فايزه، ما ربنا اللي جايب لنا الطريق، بس الطرق هنا ممهده. مين اللي بيمهد الطرق؟ الايه؟ الانسان. يبقى ده عامل دخل فيه عامل ايه؟ دخل فيه عامل بشري. كانت حلقه اتصال تجاري بين اقدم القارات اسيا وافريقيا واوروبا. طبعا مين اللي كانت حلقه اتصال؟ هي بلاد ايه؟ بلاد اليمن، عشان بتمتلك اسطول بيوصلها ما بين مين؟ الاسطول ده بيوصلها ما بين بلاد الهند، فاكرين اللي في اسيا، الصومال والحبشه، توديهم على مواني مين؟ مواني الشام ومصر، وبعد كده تاخدهم من الشام ومصر على اوروبا. يعني كانت بتربط ثلاث قارات ببعض. بلاد اليمن كانت بتربطني قاره اسيا بافريقيا باوروبا. اخر سؤال، كلنا اولاد ادم، هل ينطبق هذا المثل على المجتمع قبل الاسلام؟ ده خاص بالحصه النهارده. هل المثل ده بينطبق على المجتمع قبل الاسلام؟ لا، ما بينطبقش، لان انقسم المجتمع قبل ظهور الاسلام الى ثلاث طبقات، عليا ووسطى ودنيا. يبقى مش كلنا اولاد ادم، ما بينطبقش على المجتمع قبل الايه؟ قبل الاسلام. كده حصتنا خلصت، استودعكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.